حبايبي تالت سنة، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله معاكم هنحل يونت 1 ايه ليسونز 1 و 2 جزئية الكلمات اللي عندك. طبعا هتلاقي عندك في الشانل موجود انسر يونت 5 ويونت 6 من كتاب المعاصر برضو مستر. طب باقي اليونتس هتنزل لك ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه كلها، احنا بس بنحل بقصر رجعي لان الكتاب نازل متاخر. حابب اطمنك ان شاء الله هنكون معاك لحد اخر السنه، سواء حضرتك ثالثه ثانوي او حتى اولى وثانيه، هبقى معاكم باذن الله في المراجعات بتاعه الترم ومراجعات الامتحان وليله الامتحان والكلام ده كله، وهبقى موجود معاك باذن الله في الكومنتس لو حضرتك عندك اي استفسار باي حاجه. اهم حاجه بس تبقى قد المسؤوليه كده وتركز معايا. يلا بسم الله كده ابدا. يلا معايا اول سؤال. بسم الله. قال لك all I want is to know what mistakes I have made. المستر هنا بيقول لك تركز ان mistake تيجي مع made. All I want is to know what mistakes I have made. يبقى all I demand، وكلمة demand يعني يطلب، بتسمي want. اللي بعده number 2 بيقول لك ايه. Luckily لحسن الحظ there were no knock as a result of the car's accident. لحسن الحظ ما كانش فيه ايه نتيجة للكارز اكسيدنت، لتصادم العربيات ما كانش فيه ضحايا. كلمة ضحايا يا شباب تمام casualties little b. ثلاثة not depend on the emotional appeal to attract readers. اللي بيعتمد دايما على العاطفة هي التابلويد، وكلمة تابلويد يعني الجرائد المصغرة او المجلات، يبقى letter c. اربعة this Windows version النسخة دي من الويندوز is not genuine مش أصلية. طالما هي مش أصلية يبقى هي يا مستر تمام pirated. كلمة pirated يعني مقرصنة. اللي بعده number 5 قالك both أحمد and his bride أحمد وعروسته are over the moon معناها very happy at their not wedding party في زفافهم المنتظر. يبقى at their تمام long awaited يعني المنتظر طويلا، المنتظر بقى له فترة. 6 you have to work hard انت محتاج تشتغل بجد to not the absence of Mr. أشرف عشان تعوض الغياب بتاع مستر أشرف. مستر كلمة تعوض يعني compensate، وتبقى عارف ان compensate تمام بتساوي make up for. to compensate يعني to make up for على طول. اللي بعده the road is closed الطريق مقفول because there has been a dangerous knot. والله مستر الطريق هيبقى مقفول عشان هيبقى في dangerous ايه؟ هل dangerous permission يعني اذن، incident ولا cheat ولا authority يعني سلطة، cheat يعني غشاش. الإجابة الصح هي incident، وكلمة dangerous incident يعني حادث خطير. بس ركز بقى كده معايا، ركز كده تسمي الله يرضى عليك، ركز بقى دكتور. بص كلمة incident أنا عارف إن هي بتيجي معنى حادث، بس ممكن أقول diplomatic incident. كلمة diplomatic incident على حد عارف معناها إيه؟ تمام معناها صدفة دبلوماسية. يبقى incident ممكن أزمة دبلوماسية. incident ممكن تيجي معنى صدفة أو حادث، أو ممكن تيجي معنى أزمة لما تتحط الكلمة diplomatic فتبقى diplomatic incident يعني أزمة دبلوماسية. اللي بعده number 8 قال لك the police are still not the crime. يتحقق في الجريمة يبقى investigating little d، والمحقق اسمه investigator. 9 don't not to have done something you didn't take part in. take part in يعني ما شاركتش فيها، يبقى يا عم ما تزعمش ما تفترضش. يبقى don't claim يعني يزعم او يفترض بدون دليل، لكن في كلمة اسمها pro claim يعني يفترض بس بوجود دليل. number 10 a police car عربية الشرطة took the knot to prison the ideal place for them. كانت ايه يا مستر؟ كانت مين هنا؟ المتهمين convicts letter A. 11 earthquakes الزلازل rarely نادرا knot in Egypt تحدث يبقى occur بتساوي على طول take place والاتنين بمعنى يحدث. اللي بعده دكتور 12 ركز كده معايا. 12 قال لك ايه؟ او احنا السؤال 13 بسم الله. قال لك I got tired يعني انا تعبت of those not people who don't respect others privacy. يبقى انا تعبت من ايه؟ من النوزي بيبل. كلمة نوزي يعني فضولي، حتى جاية من نوز حاطط مناخيره في كل حاجة يعني. 14 the exam results نتائج الامتحان
will be not tomorrow هيتم اعلانها بكره يبقى will be announced والnoun من announce announcement يعني اعلان رقم 15 بيقول لك زي the violent storm completely not the old wooden house يبقى ruined the old wooden house letter A وهنا ruined معناها يا دكتور معناها دمر اللي بعده usually use formal language مين اللي بيعتمد او بيعمل دايما الفورمال لانجويج دي تمام البرود شيتس الصحيفه الرسميه 17 it is a crime to not copyright law to violate كلمه violate يعني خالف ركز فيها دي 18 I was not on hearing that my uncle had that if I was shocked كنت مصدوم 19 what really surprises me is how such a not can be trusted والله يا مستر انا عايز كلمه غشاش غشاش يعني تمام يعني cheat letter C ركز كده معايا في اللي جاي 20 20 بيقول لك ايه بيقول لك the suspect المتهم Nazir is evidence that he hadn't left his home بيزعم بدون دليل يبقى claimed letter D ركز كده في اللي بعده عندي من اول سؤال 21 ركز كده معايا بسم الله My cousin and I have had so many amusing not together. والله يا مستر احنا هنا عندنا حوادث مع بعض، عندنا صدف مع بعض، عندنا مشاكل مع بعض، عندنا حوادث مع بعض دكتور يبقى incidents letter B. 22 The World Cup is an important sports. تمام event وevent بتسمي occasion يعني حدث. 23 Alan in the past there was a strong culture not against women. كان في ايه يا مستر؟ كان في تحيز ثقافي ضد المرأة يبقى بايز لتر دي وبايز هنا دكتور معناها تحيز او تميز. 24 What really makes المعاصر on the top is its professional education تمام يا مستر اللي بيخلي المعاصر في المقدمة هو الeducational content يعني محتوى. 25 I had to answer انا مضطر او كنت مضطر أجاوب all the questions of the INOAT before I could go home للمحقق كلمة محقق يعني investigator letter C 26 All students كل الطلاب attend بيحضروا the INOAT of Professor Karim يبقى المحاضرات يبقى lectures letter B 27 Heavy clouds السحب الشديدة بتمنع الشمس يبقى block out sunlight letter C 28 You have the right to express your opinion. انت عندك الحق يبقى you have the right. تعالى كده مستر من اول سؤال 29. قال لك He is a not lawyer. يعني هو محامي ايه؟ هو دايما بيدافع عن الانسنت عن الانسنت سوري الابرياء يبقى هو criminal lawyer. وده هنا هو المحامي الجنائي مش محامي مجرم ما تترجمش ترجمه حرفيه. ده المحامي الجنائي يا دكتور. 30 بسم الله. My father is a retired banker. بابا واحد على الايه واحد كان في البنك يعني محاسب في البنك متقاعد he was a not manager of the national bank كان مدير سابق للبنك القومي يبقى former يعني سابق وساعات بيقولوا عليها ex manager 31 the file was not to the legal department to study it يبقى was referred يعني هو مختص بالحته دي The Egyptian knot succeeded in putting an end أن تضع حد إلى أو تضع حد ليه سوري The Israeli attack on Gaza Strip والله يا مستر هنا السلطات المصرية زي يبقى The Egyptian authorities letter D 33 Taking a break إن أنت تاخد break is not to renew your energy والله يا مستر هنا taking a break is required يعني required هنا دكتور يعني شيء متطلب 34 At the very beginning of speech, not your full name, state your full name, يعني اذكر اسمك أو mention. A not is a place where justice, يعني العدالة, is achieved, بتحقق. And the crime is punished, والجريمة بتعاقب. يبقى ده هنا يا دكتور إيه؟ A court, اللي هي ساحة المحكمة. اللي بعده, 36. In his speech, Mr. Mahmoud not all his team members by their names, ذكرهم بالاسم يبقى mentioned بتساوي state 37 It is not to take something that doesn't belong to you يبقى it is illegal يعني غير قانوني 38 It's better if the readers cannot e-books at a lower price والله يا مستر كومبنسيت ما تنفعش
هي اوبتين، واوبتين بتساوي جت، يعني يحصل على، والصفه منها اوبتبل يعني سهل الحصول او سهل المنال. 39 I can't take this decision without my father's بدون الاذن، يبقى without my father's permission letter A. 40 Your CV should not your qualifications and skills، لازم يتضمن، يبقى should A require، صح؟ require يعني يتطلب، لا يا مستر هنا لازم يوضح، يبقى should highlight your qualifications and skills، لازم يوضح مؤهلاتك ومهاراتك. اللي بعده The students stopped making noise، يعني الطلاب بطلوا يعملوا دوشة. When the teachers look gave them not warning، warning يعني تحذير، واحفظ expression gave warning. اللي بعده If someone tells you، لو حد قال لك sir it's not honest to let others know it، sir يعني secret، والصفة من secret secretive، وsecretive يعني كتوم. اللي بعده قال لك to not is to officially tell people about something especially about a plan or decision، يبقى انت هنا بتعمل announce يعني بتعلن. اللي بعده how and not is someone who behaves in a dishonest way in order to get something، مين يا مستر اللي بيتصرف في dishonest way ده؟ ده اللي cheat، وكلمة cheat بالعربي يعني غشاش. 45 to not is to say something is true although it has not been proved، والله هنا مستر to claim، وكلمة claim يعني يزعم أو يفترض. اللي بعده to not is to replace or balance the effect of something bad، والله مستر هنا balance the effect of something bad يبقى to compensate يعني عوض، بتساوي make up for. is an event، مش هكمل قرايه بقى، طالما event يبقى incident يعني حادث زي ما أنا قلت لك. 48 to ask for something، والله مستر ask for يعني يطلب، يبقى to demand على طول letter A. اللي بعده 49 قال لك ايه is to try to find out the truth about something، يبقى هنا مستر investigate يعني يتحقق. 50 newspapers have small pages، مين اللي ليهم small pages؟ يبقى الجرايد الصغيرة او المجلات، يبقى tabloid letter C. To not is to happen or exist in a particular place or situation، يبقى to occur يعني يحدث. When someone illegally copies، لما حد بيعمل نسخ غير قانوني، يبقى ده اسمه piracy، قرصنة. Is to completely spoil something، يبقى ruin letter A. Means very surprised، ان انت مندهش جدا، يبقى shocked letter B. اخر سؤال عندك is a phrase meaning waiting with a lot of nervousness and excitement، احفظ ده. Wait with bated breath letter D. Wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. ده كان عندك اول اكسرسايز على اول 55 سؤال في الكلمات في الكتاب المصري. ركز كده معايا، تعال نحل الميني تيست ده. يلا كده معايا اول سؤال بيقول لك the government will not those who lost their homes in the earthquake financially، يعني ماديا، يبقى الحكومة هتعوض، يبقى will compensate letter C، و compensate بتساوي make up for. اللي بعده دكتور number 2 one of the ways to not problems is to discuss them on social media، يبقى واحدة من الطرق ان انت تعرض فيها المشاكل، تعرض يعني highlight letter B. اللي بعده the warning we not from our teacher made us all work hard، يبقى اللي احنا استقبلناه، يبقى التحذير the warning we received letter D. اللي بعده الطلبة book store not rights to المعاصر series، يبقى owns rights يعني تحمل الحقوق لكتاب المعاصر او تحفظ له الحقوق. I wish I knew who not the media about our secret plane، يبقى who told the media، مين اللي قال للإعلام. number 6 you have the right to not your rights but first carry out your duties، يبقى انت عندك الحق ان انت ايه تطلب واجباتك، صح؟ يبقى you have the right تمام to ايه to demand your rights. 7 it is a crime when the copyright law، جريمة لما ال copyright law is violated يعني يخالف، ركز في الكلمة دي الله يرضى عليك. 8 the security cameras have already been not in place have been put، تم وضعها، بتسوي installed هنا تثبتها. The emotional effect our family house not on us is what stops us from selling it،
يبقى هنا التأثير الايه؟ التأثير العاطفي اللي البيت بتاعنا نقط ونقص. والله مستر بيز ونقص لا، ريسيفز ونقص لا، ديماندز لا، هاز يبقى هاز ان افكت اون، لديه تأثير. نمبر 10 a lot of money has been earned by communication business يبقى has been made، فلوس كتير اتعملت في الحوار ده. في مشكله في ده كده دكتور، حليت معاك الكلمات بتاعت يونت 1 lessons 1 و 2. ان شاء الله بعد ما حضرتك تسمع ده او تتفرج على ده بشكل واضح هتلاقي عندك في الشانل باذن الله يبقى نزل لك الجرامر بتاع lessons 1 و 2 برضو، وبعد كده نكمل حل يونت 1 ان شاء الله. لو في اي صعوبه انا مش هتاخر عليك في اي حاجه، وتحت امرك في اي حاجه، بس حضرتك سيب لي عندك كومنت، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في فيديوهات اكتر للشرح. واسفين لو بنحل بسرعه شويه، بس صدقني احنا بنصور الفيديوهات دي كلها في اخر اليوم، فعشان نقدر بس نعمل لك كذا حاجه المطلوبه مننا ان شاء الله، ما نبقاش متاخرين عليك في حاجه. ربنا معاكم يا شباب.